بعيد القوات الجوية، الفريق يونس المصري يؤكد أن مصر تواجه كيانات مدعومة من دول تهدف لإسقاطنا. إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية في مدينة العريش ومقتل منفذيه. وحملة علشان تبنيها تواصل فعاليات حملتها المطالبة بترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية. جولة الأخبار من أونلايف، أهلا بحضراتكم، أهلا بك حسان. أهلا نهى، وإلى تفاصيل هذه الجولة. تحتفل اليوم القوات الجوية بعيدها الذي وافق ذكرى 44 لمعركة المنصورة الجوية التي عرفت بمقبرة الطائرات الإسرائيلية. في مثل هذا اليوم من عام 1973 تمكنت 62 طائرة مصرية من طراز ميج من التصدي ل 120 طائرة إسرائيلية حديثة من طراز فانتوم وسكاي هوك قبل استهداف قاعدة المنصورة الجوية. وخلال الاحتفال بذكرى معركة المنصورة الجوية، قال الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية إن المعركة شكلت رمزا للتحدي بعدما تمكنت مقاتلات مصرية بإمكانيات أقل كثيرا من نظيرتها الإسرائيلية من دحرها ومنعها من تحقيق أهدافها. بكم في قواتكم الجوية التي مع كل إطلالة لشمس أكتوبر المجيد ومع عبير نسمات العطرة نسترجع سويا ونتذكر إحدى مفاخر العسكرية المصرية في العصر الحديث، ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي استهلت بانطلاق نسور مصر محلقين في عنان السماء ليصلوا إلى أهدافهم في عمق سيناء، موجهين ضرباتهم الموجعة للعدو بإصابته بالصدمة وفقدان السيطرة على قواته. ذلك الأمر الذي كان له عظيم الأثر في بعث الثقة في نفوس أسود قواتنا المسلحة الذين عبروا في أمواج متتابعة لاستعادة الأرض واسترداد الكرامة. وفي تعاون وثيق مع باقي أفرع القوات المسلحة استمرت القوات الجوية في المشاركة بفاعلية في ذلك الملحمة التاريخية الفريدة التي سجلت انتصارات متتالية لقواتنا المسلحة على طول الجبهة وفي عمق سيناء الحبيبة. فكان من الطبيعي أن يفكر العدو في إضعاف المساندة والغطاء الجوي الذي تعتمد عليه قواتنا المسلحة، وذلك بالهجوم على القواعد الجوية والمطارات والأهداف الحيوية. حتى بدأ العدو في صباح يوم 14 من أكتوبر موجها قواته الضاربة صوب القواعد الجوية والمطارات بمنطقة الدلتا، فكانت معركة المنصورة التي تعد بحق رمزا للتحدي حين تصدى نسورنا لتلك الهجمة الشرسة قبل أن تصل طائرات العدو لأهدافها وفاجأوه بأداء أكثر شراسة رغم التفوق النوعي للعدو، ولكنه الإنسان المصري الذي يحسن استخدام ما لديه من إمكانيات مهما كانت. امتدت تلك المعركة لمدة أكثر من 50 دقيقة وفقد فيها العدو 18 طائرة، ولم يستطع باقي طياريه مواصلة القتال فلاذوا بالفرار. فكان ذلك اليوم نبراسا لنا ونثبت لأنفسنا أننا دائما على مستوى الحذر قادرين بعون الله أن نواجه التحديات الحالية والمستقبلية مسلحين بالإيمان وعزيمة لا تلين. فقد تم التطوير والارتقاء بالمستوى المعيشي والترفيهي والصحي لكافة الأفراد لكي تكون عوامل تساعدهم على تلقي التدريب المتطور على المعدات باستخدام أحدث المناهج وطرق التدريب والمحاكيات مع إفاد البعثات التعليمية من جميع التخصصات إلى الدول الشقيقة والصديقة بما يسمح بتطوير الأداء وبالتالي أساليب العمل لمسايرة التطور الذي طرأ على كافة نظم التسليح. ومن جهة أخرى فقد انتهجت مصر من حرب أكتوبر وحتى وقتنا هذا سياسة تنويع مصادر السلاح
بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات متعددة المهام والنقل والهليكوبتر الهجومي والمضاد للغواصات من مختلف دول العالم، مع الاهتمام أيضا بالمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات الموجودة بالخدمة ومنها التي اشتركت في حرب أكتوبر، بل وتطويرها بعقول وأيادي مصرية، بما يمكن القوات الجوية من تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها في كافة الظروف والأوقات بدقة وكفاءة عالية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وإيمانا منا بأنه لا بد للسلام من قوة رادعة تحميه وتحافظ على مكتسباته. ولزيادة الخبرات والمهارات المكتسبة قد تم وضع خطة لتنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وساعدنا على ذلك المستوى الراقي لرجال القوات الجوية في كافة التخصصات، الأمر الذي دعا العديد من الدول لطلب تنفيذ تدريبات جوية معاناة بصفة مستمرة لتأكدهم التام من المردود الإيجابي العالي الذي سيعود عليهم من تنفيذ تلك التدريبات، نظرا للخبرات التي تم اكتسابها خلال المعارك التي خاضتها القوات الجوية، وخاصة في الفترة الأخيرة بالاشتراك في عمليات القضاء على العناصر الإرهابية وتأمين الحدود. فأود أن أوضح أن مصر تخوض منذ 4 سنوات حربا ضروسة ضد كيانات إرهابية مدعومة ماديا وتكنولوجيا من دول بعينها، ويكفي ما أعلنته عدة جهات دولية بأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه الإرهاب بشجاعة وجرأة وصدق وأيضا بفاعلية. كل ذلك تحقق بفضل الله ووقوف الشعب خلف جيشه الذي دائما ما كان عند حسن الظن به، ذلك لأنه جيش وطني من نسيج أو من نسيج هذا الشعب. لقد تسلمنا الراية عالية خفاقة من جيل بر الدم والروح في سبيل عزة ومجد وطننا الحبيب، بعد أن أضاء ومهد لنا الطريق لكي نكمل المسيرة وننطلق إلى آفاق لا حدود لها تكاد تتسع لطموحات شعبنا العظيم. فكنا وسنظل بعون الله عند حسن الظن بنا، وفي هذا اليوم الخالد دائما نتذكر بكل العرفان شهداء القوات الجوية الذين لم يخلوا بأرواحهم في سبيل غد أفضل لنا جميعا، ونعاهدهم ونعاهد شعبنا العظيم أننا على طريق النصر مهدون، وأن نبذل في ذلك العرق والدم بل والروح. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها، وبلغنا جميعا ما نصبوا إليه من عزة وأمن ورخاء في ظل قيادتنا السياسية الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتتح المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة 4 مصانع جديدة في محافظة الإسكندرية بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، حيث شملت الافتتاحات التوسعات الجديدة للشركة الألمانية لصناعة البورسلين التي شملت إضافة خطوط إنتاج جديدة تقدر ب 200 مليون جنيه، ما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 20,000 طن سنويا بدلا من 15,000 طن حاليا. تفقد الوزير في هذه الزيارة عددا من المصانع القائمة، بالإضافة إلى مجمع الصناعات البلاستيكية في منطقة مرغم. ومعنا حول هذه الزيارة من الإسكندرية مفدنا إبراهيم عزت. أهلا بك إبراهيم، وكيف تبدو أجواء هذه الزيارة لوزير التجارة والصناعة وأيضا المصانع التي تفقدها؟ نعم، أهلا بك حسان، يعني على الهواء مباشرة في هذا البث الحي من هنا في هذه الجولة التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم. المهندس طارق قابيل هنا في بدء الانتاج الفعلي للوحدات الصناعية بمجمع مرغم. هنا أنا أتواجد في هذا المجمع، ولإثراء الحديث ولمعرفة المزيد يسعدنا ويشرفنا في هذا البث الحي أن ألتقي مع حضراتكم مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. بداية فندم أهلا بحضرتك معنا على شاشة أونلايف، وربما أهم ما جاء في هذه الزيارة انتاج فعلي، وحضرتك كنت متواجد هنا قبل شهرين من الآن وفي إطار المتابعة من قبل هذه الوزارة، كيف رأيت على أرض الواقع من الانتاج الذي حصد في هذا المجمع؟ أهلا بيك. أولا طبعا أنا يعني جاي لي زيارة الإسكندرية في افتتاح 3 مصانع جداد وخطوط إنتاج جديدة، ودي حاجة بتهمني من ناحية التنمية الصناعية. بالنسبة لمجمع مرغم جاي برضو، بحيث أنت عارف أن إحنا هذا المجمع كان يمكن واقف
لا يستعمل لمدة أكثر من 12 عام، ما كانش فيه البنية التحتية. قدرنا في خلال 4 أشهر نجهز هذا المجمع بالكامل من ناحية البنية التحتية، سلمناه من شهرين. النهاردة الشيء الجميل إن احنا بنتكلم على 4 مصانع شغالة فعلا بالفعل، 8 مصانع المكن بتاعهم بيركب. احنا النهاردة خصصنا يمكن حوالي 110 مصنع، 40% من هذه المصانع كانت قطاع غير رسمي ودخلت لقطاع الرسمي، 20% كانت ناس اول مرة تخش في الصناعة. فهو ده بالظبط الهدف اللي احنا بنعمله من الصناعات الصغيرة. النهاردة كمان كان عندي الفرصة ان انا ادي شهادات التصدير والتدريب لاكثر من 25 مصدر ومدرب. النهاردة احنا بنتأكد ان احنا بنمرن كل الشركات على التصدير بحيث نتأكد من جودة المنتج المصري اللي احنا بنصدره او طبعا اللي بيعه في السوق المحلي. سلمت النهاردة شيكات لجزء من التمويل اللي جاي اللي فعله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يمكن النهاردة كان في حدود 400,000 جنيه لكل مصنع، لكن احنا عندنا تمويل لغاية 5 مليون جنيه لكل مصنع على حسب طبعا حجم المصنع وعلى حجم البزنس بتاعه. فاللي احنا كمان بنعمله ان احنا بنخلق هنا خدمات كاملة لكل المصدرين من ناحية تخزين المواد الخام بسعر التكلفة، بحيث المصنع الصغير ما يحتاجش يحط فلوس فيها، بنعمل لهم مخازن كبيرة هنا بحيث هم يقدروا يخزنوا المنتج التام بتاعهم فيها. عملنا فروع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة لتقديم الدعم المادي، عملنا فرع لمركز تكنولوجيا البلاستيك اللي تابع لوزارة التجارة والصناعة بحيث يقدم الدعم الفني، وفي شركة إدارة بتدير هذا المكان كنموذج ليه. فالحمد لله ده مهم بالنسبة لي ان انا اجي اشوف ايه التطور. سعيد ان انا الاقي مصانع فعلا بدأت تشتغل والحياة بتدب في هذا المجمع. يعني لو سمح لي مع الوزير، هناك تمويل ميسر من قبل وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين، وعرفنا ان هذا المجمع بالتحديد بيحوي 150 مستثمر من جنسيات مختلفة. هذا يعني التمويل الميسر والمساعدات والتواصل المستمر ما بين حضرتك وما بين هؤلاء المستثمرين والدعم اللي بتقدمه لهم يا فندم عبارة عن ايه؟ هو يمكن زي ما ذكرت احنا عندنا فرع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة اللي بيساعد في دراسات الجدوى، اللي بيساعد في التمويل على حسب يمكن زي ما بقول لغاية 5 مليون جنيه لكل مصنع بفايدة 5%، زائد الدعم الفني اللي انا ذكرته من خلال مركز تكنولوجيا لصناعات البلاستيك وهيئة التنمية الصناعية. فاحنا هنا بنتكلم على اقدر اقول كل الخدمات الخاصة بهذا المجمع عشان نقدر نرتقي بالصناعة دي ونشغل المصانع الصغيرة. هو ده بالضبط الهدف من هذا المجمع. مزيد من التوفيق مع الوزير، جولة حضرتك باقي منها يا فندم؟ لا لسه، أنا كنت يمكن بتفقد مصنع بريلي، مصنع كبير بيصدر أكثر من 50%. احنا اتكلمنا على توسعات لزيادة النسبة التصديرية، ففي توسعات في حدود 100 مليون دولار هتحصل ان شاء الله بدأنا نشتغل فيها قريبا. النهاردة في افتتاحات خطوط انتاج ومصانع في خلال جولتي في برج العرب والعمرية. شكرا جزيلا لحضرتك معالي الوزير، شكرا جزيلا. اشكرك، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو لقاؤنا مع المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة على هامش زيارته لمحافظة عروس البحر المتوسط محافظة الإسكندرية، على هامش افتتاح أيضا عدد من المصانع التي أغلقت إبان الفترة الماضية. اليوم نرى المصانع تعود من جديد، اليوم صحيح. نرى المصانع تنتج من جديد، اليوم أيضا نرى التواصل المستمر من قبل الدولة الممثلة في هذه الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمستثمرين وجنسياتهم المختلفة، والدعم والتواصل الذي يأتي دائما. الآن من الإسكندرية أعود للعاصمة مرة تانية وزميلي حساني، الكلمة لك بالطبع. والمهم في هذه الجولة كما قال الوزير إبراهيم أنه هناك شهادات تقدير وأيضا تصدير وتدريب لأكثر من 25 مصدر، طبعا ده تشجيع لهم على التصدير. أشكرك إذن مفاد أولايف من الإسكندرية زميلي إبراهيم عزت كنت معي، أشكرك شكرا جزيلا. النشرة ما زالت متواصلة معكم فيها بعد فاصل. وزيرة الاستثمار تبحث زيادة دعم القطاع الخاص مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية.
أهلا بكم من جديد. أهلا بحضراتكم. وإلى سياق هذه الجولة من جديد، حيث تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني في إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية في مدينة العريش. وقال المتحدث العسكري إن الإرهابيين كانوا يرتدون زي القوات المسلحة ومزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية، وأضاف أنه وفور رصدهم أثناء محاولة التسلل تم استهدافهم، ما أسفر عن مقتلهم نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في تراب رئاسة المستشار حسن فريد سماع الشهود في محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس لارتكابهم 54 جريمة شملت اغتيالات ضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عدة. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على سكرتير عام محافظة السويس متلبسا بتقاضي جزء من مبلغ رشوة مقدم من أحد المقاولين. وأوضحت في بيان للرقابة أن تحرياتها أثبتت تورطه بتقاضي رشاوى مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض في المحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، فضلا عن استغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، وكذلك التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم. يأتي هذا فيما تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة. واصلت حملة علشان تبنيها التي تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية فعاليتها عبر جمع توقيعات من المصريين لتأكيد دعم الرئيس للنهوض بالبلاد وحصاد مسيرة التنمية التي بدأها. عقدت الحملة مؤتمرها التحضير الأول في مركز كويسنا بالمنوفية، وشارك فيه مؤيد الرئيس في جمع توقيعات وملء الاستمارة لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2018. تناول المؤتمر أهم الإنجازات التي تمت في الفترة الماضية في كل القطاعات، وقد واصلت الحملة جمع توقيعات المواطنين من خلال استقبالهم بداخل مقراتها في الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، قنا، المنيا، الإسماعيلية، السويس، سوهاج، مطروح، الفيوم، الأقصر. من المقرر أن تتوالى مؤتمرات حملة علشان تبنيها في القاهرة وفي عدد من المحافظات بمشاركة واسعة من أعضاء البرلمان ورجال الأعمال. وينضم إلينا هاتفين حول هذه الحملة وفعالياتها دكتور معتز بازين منسق حملة علشان تبنيها في محافظة دمياط. دكتور معتز أهلا بك، وكيف تبدو أجواء وتفاصيل هذه الحملة في محافظة دمياط، وأيضا يعني كيف تبدو التحركات في هذه الحملة بين المواطنين؟ أهلا وسهلا بحضرتك، أنا دكتور معتز بازين دمياط منسق عن الحملة. والله يا فندم الحملة قائمة يعني الحمد لله بقالها فترة في المحافظة، وفي ناس كثيرة جدا يعني سبورتف لينا، وفي ناس شايفة ان الفتره الجايه احنا مطالبين ان احنا ندعم سياده الرئيس عشان نكمل اللي احنا بنيناه. بمعنى ان احنا المفروض في خلال الفتره الجايه احنا الرئيس حط البذره ان احنا المفروض بعد كده نشوف ثمارها. يعني كان زمان يعاب على النظام السابق او الانظمه السابقه ان هي كانت بتعالج السيمتومز الاعراض بتاعه اي مرض، لكن سياده الرئيس طبعا بدا يعالج المرض نفسه، مع انك بنعالج الاعراض بس بنعالج المرض نفسه، فلازم نصبر، يعني لازم نصبر شويه عشان النتائج تيجي ان شاء الله. اكيد نعم. في مشاكل. طيب اكيد في اتفضل يا فندم. دكتور معتز، يعني محافظه دمياط من المحافظات المهمه جدا والثريه والغنيه ايضا بالاثاث، وهي تصدر لاكثر من مكان، يعني وكل او معظم المتواجدين او المواطنين يعملون في هذه التجاره، تجاره الاثاث او الصناعه. تمام. كيف تبدو السنوات السابقه لتولي الرئيس السيسي مهمه في انعكاسها على هذه الصناعه الكبيره في دمياط؟ طبعا احنا يعني رئيس السيسي جه فتح عندنا المدينه الاساس الحكومات الجديده، وطبعا كان في اقبال كبير جدا من العمال والصناع اللي موجودين على حجز الوحدات الخاصه بالعمل فيها، وده من الحاجات اللي فات المحافظ برضه كان بيقول ليها الفتره اللي فاتت. مدينه الاساس دي هتبقى ان شاء الله طفره كبيره جدا في دمياط وفي مصر كلها باذن الله. طيب دكتور، هنا يعني كيف تبدو تحركات الحمله في محافظه دمياط ما بين المواطنين؟ يعني
كيف يعني الناحية الإعلامية المردود أيضا بالنسبة للمواطن لهذه الحملة؟ طبعا الحملة بتبدأ جرادولي من تحت لفوق خالص. فاحنا بادئين لسه طبعا في احزاب بدات تدخل معانا، مستقبل الوطن بدا يدخل في الحمله وبدا يجمع توقعات كبيره جدا. فاحنا ان شاء الله الفتره الجايه هو اتحط اورجانوجرام كبير جدا، حط هيكل للمحافظه كامله، وهيبدا ان شاء الله التحركات خلال المحافظه كامله بالنسبه لل يعني لكل كل طوائف الشعب. هنشوف برضه نشوف الافكار نشوف الاراء اللي موجوده. طبعا الحمله حمله تدعيم وحمله اراء، ان احنا ناخد الثقه برضه ان الرئيس مش عمل يعني ان سياده الرئيس او الشغل اللي اتعمل مش شغل وقتي، اللي هو لازم يتشاف نتائجه دلوقتي. في حاجات متشافه نتائجها دلوقتي وفي حاجات لازم نصبر قدام شويه عشان نبدا نشوف نتائجها، وده ملحوظ يعني ملحوظ من نسبه كبيره من الشعب الموجود. طبعا في مشاكل موضوع الاسعار وي بس الناس اللي فاهمه او اللي الناس اللي المفروض نوصل لهم الكلام ده ان لازم نستنى في فتره معينه لازم نقضي فيها عشان احنا بنعالج المرض نفسه مش بنعالج اعراض زي زمان. يعني انت بتشوف اراء المواطنين هنا، بتشوف الانجازات اللي حصلت في السنوات السابقه، وبتشوف برضو السلبيات وازاي يمكن ان تعالج هذه السلبيات بالنسبه للمواطن. يعني طبعا احنا بنشوف الاراء الاثنين طبعا، عشان المفروض اي حاجه نيجاتيف لازم ناخدها، ودي تبقى اريا اوف ديفلوبمنت يعني دي منطقه ان احنا نطور فيها. اي فيدباك بيجي من المواطنين، اي كلام بيجي من المواطنين ده لازم يؤخذ، مش انا بيمضي على ورقه وخلاص. هو بيمضي على ورقه باقتناع، اللي بيمضي على ورقه بيمضيها باقتناع ان لازم يمضي، اللي مش عايز بيمضي واحنا بنقعد نفهمه ايه 1 2 3 4. والله لازم في مشاكل بتحصل ولازم نسمع من الناس المشاكل عشان يبقى في ايدنا ان احنا نوصل المشاكل دي لمتخذ القرار، نشوف المشاكل اللي موجوده ايه ونبني عليها. او ممكن في ناس كتير جدا ما بيبقاش شايفه وجهه النظر ان الحاجه دي بتتعمل دلوقتي ليه، ما فيش حد عنده الباك جراوند ان دي بيز بتتحط، بيز بتتحط عشان ابني عليها كل حاجه قائمه بعد كده. مش شرط نفضل نعالج السيمتومز والعرض، نفضل نعالج فيها نقعد يعني نلطخ الحاجات اللي موجوده، لا لازم نعالج من الاساس، وده اللي ان شاء الله هيتبنى عليها مصر القادمه الجديده باذن الله. هنا ليكم طبعا في كل مركز في محافظه دمياط اعضاء للحمله برضو، وبيبقى في تنسيق ما بينك وبينهم كمقر رئيسي في المحافظه. ثاني يا فندم معلش. ليكم في كذا يعني في اكثر من مدينه او مراكز طبعا منسقين او اعضاء في الحمله دي، وانت من خلال منسق الحمله ككل في المحافظه بتتواصل معاهم بتشوف الاراء المواطنين ايضا. طبعا يا فندم طبعا احنا بنشوف الاراء جامعه كل يوم من الساعه 9 مساء، بنجمع نشوف عدد الاستمارات ونجمع اراء الناس، ولو في اراء مجتمع يعني مثلا في راي واحد شفنا الفيدباك اللي جاي يعني نفس الراي جاي كتير جدا، بناخده على عين الاعتبار وبنبعته بنشوف هل الحل ده موجود؟ هل الحاجه دي فيها قدام فيها لها حل؟ ان شاء الله نشوف الفتره الجايه بنشوف لازم نرد على الناس، ما هو مش برضه لازم الناس تلاقي ردود على المشاكل اللي بتقابلها. صحيح. وده الحمد لله اللي احنا قائمين عليه. هي برضه افضل اقول لحضرتك هي مش حمله تدعيم وخلاص، هي حمله تدعيم وناخد راي الناس اللي بيحصل. صحيح. ونشوف الاراء دي هي اللي بتبني، الاراء دي اللي ممكن ناخدها نبني عليها اللي جاي كله ان شاء الله. اذا دعني اشكرك هاتفيا دكتور معتز بازين منسق حمله علشان تبنيها في محافظة دمياط. أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تطلع الوزارة للتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي يأتي من بين اختصاصاتها تيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج. وأشار المتحدث باسم الخارجية في بيان صحفي إلى أن الوزارة سوف تقدم مقترحاتها لتيسير مشاركة نسبة أكبر من المواطنين المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنها ستولي عناية كبيرة لما تتلقاه من مقترحات من المواطنين في الخارج من أجل تيسير إجراءات التصويت. تسلمت وزيرة الاستثمار سحر نصر رئاسة التجمع الأفريقي للعام المقبل. أكدت خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري للتجمع أن مصر ستبذل كل الجهود أثناء رئاستها واستضافتها لهذا التجمع من أجل تعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية. وأشارت إلى أن القاهرة سوف تركز على الشباب والاستثمار في العنصر البشري والبنية الأساسية كأساسيات للتقدم وضمان مستقبل أفضل للقارة السمراء. وقد دعت نصر محافظ الدول الإفريقية في البنك الدولي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار من أجل تنمية مستدامة أفريقيا عام 2017 الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر المقبل.
هذا وبحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية زيادة دعم القطاع الخاص وبرنامج مصر للاستثمار في ريادة الأعمال. وتناول اللقاء مناقشة دعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة. من جهته أعرب أبو هورو عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا على أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وتقديم الدعم الفني. وقد بحثت نصر مع نائب رئيس البنك الدولي إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الحكومة. وفي هذا الاجتماع أيضا استعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وفي عدد من المشروعات التي قامت بها في قطاعي النقل والتعليم، مشيرة إلى أن العمل ما بين مصر والبنك يسير على ما يرام، مؤكدة أهمية وضع المرأة كأولوية في كل البرامج والمنح الداعمة لمصر من أجل العمل على توفير فرص عمل لها ولتمكينها اقتصاديا. أجرى وزير النقل الدكتور هشام عرفات جولة تفقدية بالطريق الدائري الإقليمي من منطقة الخطابة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وذلك لمتابعة أعمال مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل بالطريق والذي يمتد من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوي بطول 57 كيلو مترا. وخلال الجولة شدد وزير النقل على ضرورة افتتاح القوس الشمالي الغربي من المشروع في الموعد المحدد مسبقا، وهو النصف في الأول من العام المقبل. قامت مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتصنيع غواصة للنزول تحت الماء إلى عمق 9 أمتار لأداء المهام المختلفة. المزيد في هذا التقرير. على عمق 9 أمتار يسبح هذا الروبوت لتصوير الأجسام تحت الماء والتقاطها بجانب اكتشاف أبار البترول والألغام. ROV أو غواصة تحت الماء، هذا ما قام بتصنيعه فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والتي يتم التحكم بها من خلال ريموت كنترول، بالإضافة إلى إمكانية استخدام نظارات الواقع الافتراضي لمشاهدة ما تراه الغواصة تحت الماء. ليه استخدامات كتير في السياحة، في الصناعة، في البترول. هي أهم حاجة طبعاً إن هو بيعمل أي حاجة ما يقدرش الإنسان إن هو يعملها، زي ان هو ينزل اعماق بعيده، زي ان هو يقعد وقت طويل تحت الميه، زي ان هو ينزل في بيئه ملوثه مثلا في الميه ما يقدرش الانسان ان هو ينزل فيها. وتستطيع الغواصه النزول الى عمق 9 أمتار تحت الماء، بالاضافه الى عده مميزات. تكلفه ROV، احنا عشان بنصنع كل حاجه محليه، فتكلفه ROV بتاعنا تقريبا بيتكلف 60,000، نظيره مثلا لما بيستوردوه بيبقى متكلف بيوصل لمليون جنيه. الميزه بتاعتنا برضو في العزل ان احنا عاملين حاجه زي وصله كده عشان نعزل بيها الاسلاك دي، تقريبا مفيش حد بيستخدمها، معظم الناس بتستخدم مواد كيماويه وده بيكون خطر على البيئه السمكيه يعني في البحر. واستغرق تصنيع الغواصه 2 شهر. عمليه تصنيع ROV بتاعنا بتبدا ان احنا بنعمل ديزاين على السوفت وير، بعد كده نبتدي ان احنا نشوف ايه الماتيريالز الفولفيل الكواميز بتاعتنا، بعد كده نبتدي نعمل بروتوتايب زي نموذج مصغر للموديل اللي احنا عاملينه ونبتدي نتيسته. في اول مره مش بيفولفيل الكواميز بتاعتنا، نبتدي ان احنا نقعد نعدل لحد ما نوصل للاوبتيم ديزاين. وحصل الفريق على المركز الثاني في مسابقه يوم الهندسه المصري عن فئه الروبوتات، بالاضافه الى المركز الاول في اسبوع الشباب الذي اقيم مؤخرا، كما حصدوا المركز السادس في مسابقه عالميه للغواصات تحت الماء تسمى ميت. فكرة المسابقة ايه بقى؟ ان هي بتشوف الحاجات اللي ROV فعلا بتشارك فيها في الحياة، فبتعمل لها زي محاكاة على صغير في بسين، والغواصات بتنزل تعمل الميشنز دي في البسين، فالتحكيم بيكون على اداء ROV في المية، يكون في كمان تحكيم على البرزنتيشن بنعملها قدام الجادجز، ان احنا زي بنقنع الناس ان المنتج بتاعنا ده هو اللي بيفولفل الميشنز المعينه دي وهم اللي المفروض يشتروا مننا. ويستعد الفريق للمشاركه في مسابقه ميت العام المقبل عن طريق العمل على تصغير حجم الغواصه وزياده كفاءتها باضافه بعض التقنيات الحديثه. نظمت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين يوم تفوق المهندس المدني الرابع برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة المهندس أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية.
في العمل النقابي لخدمة الزملاء. احتفالا بالعيد الرابع ليوم المهندس المدني، نظمت شعبة الهندسة المدنية احتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بنقابة المهندسين بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. بنحتفل بالمهندس المدني كما نحتفل بباقي التخصصات. النهاردة هو التكريم للمهندس المدني المتفوق والتكريم لدور الهندسة المدنية في تطوير مصر. اليوم المهندس المدني أساسه إن هو الطلبة اللي اتخرجت وعملت مشاريع جيدة، بنوجد المشاريع مجمعين الحمد لله في حدود 350 مهندس عاملين 195 مشروع. المشاريع دي بتتاخد وتتقيم، ومن خلال التقييم بنوجد كل من كل تخصص المشروع الفائز بالمرتبة الأولى. شهد الحفل تكريم عدد من قيادات الهندسة المدنية تأكيدا على دور المهندس المدني في بناء مستقبل مصر، إلى جانب توزيع جوائز لأفضل مشروع طلاب الهندسة المدنية هذا العام. هدفنا من الموضوع ده أن كله يختلط ببعض ويتعلم من بعض. أنا اشتغلت في السد العالي، والسد العالي كان تجربة كبيرة لينا، أحب أن كل الشباب يعرفها. ده ارتبط بمواعيد محددة ابتداء وانتهاء، ما قدرناش لأي ظرف وظروف نغيرها، تقيدنا بيها. كنا كل يوم الصبحية ما نطلع الشغل باقي بزمن كذا يوم على انتهاء السد العالي. خطوة ممتازة للنقابة انها بتحفر في ماضي المهندسين ولا تنساهم، وعملت لهم تكريم في يوم محدد زي النهاردة. فعلا بنشعر بمدى قيمتنا قبل ما نودع، انه لسه النقابة بتبص للناس الرواد بتوعها. جاءت الاحتفالية تأكيدا على اهتمام النقابة بالمهندس المدني المصري وما يقوم به في بناء الحضارة الإنسانية. إسلام جمال، أون لايف. بدأت فعاليات الملتقى التوظيفي الثاني الذي ينظمه موقع شغل الإلكتروني بتعاون مع وزارة التضامن. يهدف هذا الملتقى الذي يشارك فيه عدد كبير من شركات القطاع الخاص إلى توفير 7000 فرصة عمل للشباب. يأتي تعاون الوزارة مع موقع شغل في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه ما بين الطرفين لتوفير فرص عمل للأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة. ما زال في 3.5 مواطن غير عاملين وقادرين على العمل، فأملنا أن احنا نهاية العام المالي بالشراكة مع شغلني وبالشراكة مع شركائنا أن احنا نقلل هذه النسبة لتصل إلى، يعني عشان نقول الأهداف الواقعية أنها تصل إلى حاجة معقولة، نطمح أن احنا يعني نزود فرص العمل. معدل البطالة بين الذكور وصل ل 8.2% بدل من 8.9%، ومعدل البطالة بين الإناث بقى دلوقتي 24.7% بدل 25 وكسر. أي النسب قلت شوية، لكن ما زال هناك فجوة بين النساء والرجال في فرص العمل. فالحقيقة ان احنا عايزين نشجع المرأة انها تنتج بما يتوافق مع ظروفها الأسرية والاجتماعية، لان المرأة اعتقد هي جزء كبير من الانتاج. وانتوا عارفين احنا قواريب، يعني لما بندخل في حاجة بنقفلها ولا تلاقيهم خايفين مننا. فتزيد نسبة المتعطلين من الشباب، بلغت 80% من الشباب اللي بيتراوح عمره من 15 ل 29. فالحقيقة الشباب الصغير ده لما بيجي يطلب مننا دعم نقدي، يعني احنا بنستاء، لان هم شباب يعني جميل جدا، قادر صحيا، بنية صحية كويسة جدا، وبيجي يطلب دعم. فبنقول له طب روح اشتغل، فبيقول لنا طب ادوني فرصة عمل، او ادوني فرصة عمل بما يتناسب معايا. الحقيقة الشباب اللي جاية أكثر ابتكاراً وأكثر تكنولوجية، فالقطاع الخاص بيطور نفسه عشان يقدر كمان يستوعب الشباب. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. بعد نجاحه في دحر الإرهاب، حفتر يؤكد أن الجيش الليبي بدأ معركته لتأمين وحماية المواطنين. أهلا بكم من جديد.
أهلا بحضراتكم. قال شهود عيان إن 4 أشخاص قتلوا إثر سقوط طائرة شحن قبالة سواحل كوت ديفوار، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أبيدجان. وتحطمت الطائرة خلال عاصفة قوية تخللها سقوط أمطار كثيفة وبرق. في شأن ليبيا، أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة له في المؤتمر الأمني العام الأول أن القوات المسلحة بدأت معركة جديدة وهي تأمين المواطن والدولة ومؤسساتها، وأنها تعد امتدادا للانتصار على الإرهاب، وأكد على أهمية العمل على تطوير السياسة الأمنية والعسكرية للدولة. اليوم تبدأ معركة الأمن بعد إعلان التحرير. أمن المواطن وأسرته في البيت والحي والقرية والمدينة وأينما حل، أمن الدولة ومؤسساتها ومرافقها وحدودها وثرواتها، أمن أبنائنا وأحفادنا، أمن المجتمع بأسره، وهي امتداد طبيعي لحربنا ضد الإرهاب. وعلينا أن ندرك طبيعة الظواهر الأمنية التي تشكل التحدي الأكبر في تحقيق الاستقرار، وأن نعمل على تطوير سياستنا الأمنية وتحديث الوسائل والتقنيات التي نستخدمها في تعاملنا مع هذه الظواهر. هذا وحذر حفتر من انتشار السلاح لكونه يمثل تهديدا مباشرا للأمن، كما أنها تهدد سلطة الدولة التي لا تزال تعاني ضعفا في كيانها وهيكلها بسبب انقسام الأطراف السياسية. وجب التنبيه إلى أن أبرز المظاهر التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن هو انتشار السلاح والمجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة، التي ما زالت تعاني ضعفا شديدا في كيانها وهيكلها المؤسسي بسبب الانقسام الحاد بين الأطراف السياسية المتصارعة على السلطة وامتداد أثره السلبي ليطال كافة مراحل الحياة دون أي مؤشرات حتى اليوم. تطمئن شعبنا بأن مسار الحوار الجاري هو الحل الوحيد للأزمة السياسية الراهنة. ليبقى باب البدائل الأخرى التي يقرها الشعب مفتوحا على مصراعيه، ويكون الجيش وأجهزة الأمن كافة رهنا للأوامر الشعب. على الأرض، تستأنف لجنتا الحوار من مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي بتونس جلسات الحوار اليوم بشأن تعديل الاتفاق السياسي للمرة الثانية. سوف تجتمع لجنتان في مقر البعثة الأممية بتونس لمناقشة تعديل عدد من نقاط الاتفاق السياسي بعد أن عرضوا ما وصلوا إليه بالاجتماع الأول في بداية الشهر الحالي. كان المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أعلن التوافق لجنتي الحوار على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون هناك رئيس وزراء مستقل. رجحت وحدات حماية الشعب الكردية تحرير مدينة الرقة اليوم أو غدا من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. يأتي هذا في وقت أكدت فيه مصادر ميدانية عن بدء خروج مسلحي التنظيم من مدينة الرقة. وأوضحت المصادر أن 12 حافلة دخلت إلى حي حاوي الهوى غرب المدينة، وقالت إن وصول الحافلات مستمر لإخراج المسلحين من المدينة باتجاه الريف الشرقي لدير الزور. أمهلت القوات العراقية مقاتلي البشمرجة الكردية حتى مساء اليوم للانسحاب إلى موقعهم قبل عام 2014 من محافظة كركوك. وقال مسؤول كردي رفيع إن القوات العراقية طلبت تسليم القواعد العسكرية والأمنية والمؤسسات النفطية للحكومة الاتحادية. وقد فرضت القوات الكردية السيطرة على مواقع في كركوك بعد الهجوم الواسع الذي شنه مسلح داعش على جنوب وغرب العراق قبل 3 أعوام، كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة. وإلى جولة الرياضة، حيث نعود مرة أخرى أيضا إلى فعاليات الدوري الممتاز وأخبار أخرى. صحيح، أسماء أنديل معها كل التفاصيل. تفضلي أسماء. أهلا بك. أهلا بكم. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا وجولة رياضية سريعة. تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ملعب المحلة أمام مضيفه طنطا بهدف لكل فريق بالجولة الخامسة من عمر المسابقة. تقدم الزمالك عن طريق صلاح عاشور في الدقيقة 64 قبل 9 دقائق من إدراك طنطا هدف التعادل الذي سجله محمد جابر عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود بسيوني وسط اعتراضات كبيرة من لاعب الزمالك. كما شهدت المباراة ركلة جزاء أخرى مهدرة لأبناء سيد البدوي خلال الشوط الأول تصدى لها أحمد الشناوي حارس الزمالك. أحمد توفيق الصدف والدقيقة 72 محمد جابر وداخل المرمى داخل المرمى. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه يتعرض لمؤامرة من أجل عرقلة مسيرته في مسابقة الدوري، وقال منصور أن الزمالك لن يستكمل المسابقة في ظل ما وصفه بالتحكيم الظالم، ووصف رئيس الزمالك اتحاد الكرة بالاتحاد الفاشل بعدما اعتبره فضائح تحكيمية حدثت خلال مباراة فريقه وطنطا بالأسبوع الخامس من الدوري. قاد كريم بامبو لاعب الإسماعيلي فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيف الإنتاج الحربي بهدف دون رد وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. سجل كريم بامبو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 وشهدت المباراة إهدار لؤي وائل لاعب الإنتاج لركلة جزاء بعد عرقلة مدافع الدراويش للاعب الإنتاج تصدى محمد عواد حارس الدراويش لها ببراعة. تعادل فريق انبي مع طلاء الجيش بهدف لكل فريق وذلك في ختام مباريات الأسبوع الخامس من المسابقة. تقدم طلاء الجيش في الدقيقة 62 عن طريق علي فوزي لاعب انبي الذي أحرز هدفا في مرماه قبل أن يدرك بعدها ب3 دقائق فقط عمرو الحلواني هدف التعادل الفريق البترولي. في المقابل حقق طلاء الجيش التعادل الثالث له في الموسم ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط محتل المركز 11. حقق فريق الوصل فوزا صعبا على ضيفه الوحدة بهدفين لهدف المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة بالدوري الإماراتي. سجل ثنائية الوصل لاعبه فابيو دي ليما بينما سجل هدف الوحدة لاعبه سباستيان تيغالي. حقق المنتخب الألماني الفوز على نظيره الغيني ب3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما التي تستضيفها الهند. وبهذا الانتصار رفع منتخب ألمانيا رصيده للنقطة السادسة في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة ليتأهل لدور 16 من البطولة. وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها حقق منتخب إيران الفوز على كوستاريكا ب3 نظيفة ليتربع المنتخب الآسيوي على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما تتذيل كوستاريكا بنقطة واحدة. ختام الجولة الرياضية أشكركم على طيب المتابعة. أما الآن عودة لنهى وحسن إليكما. شكرا أسماء قنديل على هذه التفاصيل في أخبار الرياضة. شكرا جزيلا لك أسماء. والآن مشاهدينا الكرام إلى نيرفان العبد والأحوال الجوية والطقس نتابع معها. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جوية جديدة من أونلايف ليوم السبت. طقس معتدل شمالا وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة في شمال البلاد. وننتقل إلى سرعة الرياح في السواحل الشمالية الغربية، تصل سرعة الرياح إلى 14 عقدة في الساعة ومتوسط الرطوبة بين 40% للصغرى و80 للكبرى. وفي الوجه البحري والقاهرة تبلغ سرعة الرياح 12 عقدة في الساعة وتتراوح الرطوبة بين 30% للصغرى و80 للكبرى. وفي شمال الصعيد تبلغ سرعة الرياح 13 عقدة في الساعة ومتوسط الرطوبة بين 25 للصغرى و65 للكبرى. وننتقل مشاهدينا إلى أحوال الطقس بمصر ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل الكبرى 29 والصغرى 19 والجو صافي طوال اليوم. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 26 والصغرى 21 والأجواء صافية نسبيا.
وفي بورسعيد تسجل الكبرى 24 وصغرى 22 والجو يغلب عليه السحب نهارا وليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 30 وصغرى 17 والأجواء صافية طوال اليوم. وفي ألمينيا تسجل الكبرى 29 وصغرى 18 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 31 وصغرى 22 والأجواء صافية طوال اليوم. وفي أسوان تسجل الكبرى 35 وصغرى 21 حيث الأجواء صافية طوال اليوم. وفي الأقصر تسجل الكبرى 33 والصغرى 18 والجو صافي طوال الوقت. وفي شلاتين تسجل الكبرى 33 والصغرى 22. وننتقل إلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة ليلا. ونستعرض مع المشاهدين بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية ونبدأها بطرابلس حيث تسجل الكبرى 26 والصغرى 18. وفي دمشق تسجل الكبرى 27 والصغرى 11. وفي الرياض تسجل الكبرى 38 وصغرى 22. وفي أبوظبي تسجل الكبرى 35 وصغرى 28. وفي الجزائر تسجل الكبرى 27 وصغرى 14. وفي القدس تسجل الكبرى 23 والصغرى 13. والآن مشاهدينا انتهت نشرتنا الجوية وإلى اللقاء. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الجولة. شكرا نهى وشكرا لكم وإلى اللقاء.